جيت سكنت هنا من سنتين، قررت أبني بيت متواضع. فأجا علينا ضابط الإدارة المدنية، ضابط التفتيش، حكى لنا ممنوع أي شكل من أشكال البناء. وجدتها فرصة إني أنا أجي أسكن بهاي المغارة، لأنها مش استحداث بناء جديد أو إشي. فجأة أقول لهم جايين عنا، انصدمنا لما أجوا عنا هون إحنا ساكنين بالكهف، حكونا ممنوع ومعكم 4 أيام عشان تخلو عشان نهدمه. هو ما بده إياك تكون موجود هنا، لو كنت بكهف لو كنت بأي إشي يعني ممنوع إنك تكون موجود. وهذا بدل على تمييز، فاك التمييز العنصري بين الإنسان بعضه، صار إنه ينظرون النظرة إنه أقل من الحيوانات، لأنه هون جنبنا بسكن مستوطن وعنده كل مظاهر الحياة ومكوناتها. كيلو باي كيلو باي باي. عندما بدأ يظهر أن هناك حياة في هذه القرية القريبة من المستوطنات، مستوطنة حرميش والبؤرة الاستيطانية إلى الشمال من القرية، بدأ بالهجمات لوقف أو إلغاء الحياة في هذه القرية. بدأ بتسليم الإخطارات، هنا بيت وهناك منشأة، مصادرة آليات، وقف أعمال تجريف، وقف أعمال استصلاح زراعي.